بلاتي داك الشمة. دونك غنحاولوا نتمشاو بجوج ديال الكلاب، نشوفوا واش غيتمشى مع كلب اخر بنفس الطريقة. دوسمون دوسمون. فوالا دونك ما كاينش مشكل. التاسي يا مو غارسون، يا فوالا يا غارسون. كي دوسمون فوالا يا غارسون. دونك كيف ما راح تشوفها هي الحياة سهلة، مع العلم انهم جوج ديال الكلاب ذكور، وهذا الكلب هذا اللي على اليمين ديالي ما كيستحملش الكلاب الاخرى خاصة الذكور، هو راه هادئ يعني ما عندوش مشكل. التاسي فوالا صافي بيا غارسون. دائما المكافأة، دائما دائما المكافأة. سي بيا اسي تو ريست سا تو ريست تو ريست لا بيان مو غارسون. فوالا صافي بيا. دوسمون بيان دوسمون. فوالا كيف ما كتلاحظوا انه ماشي بطريقة سهلة بهدوء، ما عنديش معاه مشكل. يكفي اننا نعرفوا الطريقه اللي غنوصلوا بها داكشي اللي بغينا للكلب، وغتكون الامور على ما يرام. دابا الكلب بدا كيفهم، ما كاينش لكم انه راه فهم يعني نهائيا، فانه بدا كيفهم شنو هو المطلوب منه. مع الاستمرار ومع العمل المتواصل غادي يكون احسن من هكا بكثير. دوسمو يا دوسمو ايوي خلاص ايوي دوسمو ايوي دوسمون. فوالا سا سي بيان غارسون. التاسي يو برافو سا سي بيان. دونك كيفما كتلاحظوا فانه الكلب بدا كيفهم المطلوب منه، وكيفهم شنو هو بغيت منه. كيتمشى بطريقه سهله وبهدوء معايا، يعني الحياه كتسهل مع الكلاب بحال هكا. وكنتمنى انتم تنجحوا مع الكلاب ديالكم في العمل اللي بغيتوا منهم. تبارك الله عليكم من القلب. تشاو.